أنا هو الدالية الحقانية، وبابا هو فلاح الدالية. كل غصن فيا ما يجيبش الغلة ينحيه، وكامل اللي يجيب الغلة ينقيه باش يجيب غلة أكتر. انتم راكم نقايا على جال الكلام اللي قلته لكم. ابقوا فيا وانا فيكم، كما الغصن ما يجيبش الغلة من عنده لو كان ما يبقاش في الدالية، انتم تاني لو كان ما تبقاوش فيا ما تجيبوش الغلة. انا الدالية وانتم الغصان، اللي يبقى فيا وانا فيه يجيب غلة فايضة، خاطر بلا بيا ما تقدروا تديروا والو. لو كان الواحد ما يبقاش فيا يترمى برا كما الغصن، وييبس وينلموا الغصان اليابسين ويترموا في النار وينحرقوا. لو كان تبقوا فيا ويبقى كلامي فيكم، واش تحبوا الطلبوا ويكون لكم. في هاد الشي اللي يتمجد بابا باش تجيبوا غلة فايضة وتوليوا ليا تابعين، كما حبني الآب أنا حبيتكم. ابقوا في محبتي. ولا تعطوا فرايضي، تبقوا في محبتي كما أنا طعت فرايض بابا وبقيت في محبته. قلت لكم هاد الشي باش يكون فرحي فيكم وفرحتكم تكون كاملة. هذا هو الفرض نتاعي، حبوا بعضكم بعض كما حبيتكم أنا. ما كاش محبة أكتر من هذه، اللي الواحد يمد حياته على جال اللي يحبهم. تكونوا حبابي لو كان تديروا واش نامركم. ما نزيدش نعيط لكم خدامين، خاطر الخدام ما يعرفش واش يدير سيدو. بصح انتوما سميتكم حبابي خاطر خبرتكم كامل واش سمعت من عند بابا. ماشي انتوما اللي خيرتوني، انا اللي خيرتكم وكلفتكم باش تروحوا وتجيبوا غلة وتدوم غلتكم، باش واش تطلبوا من الاب اسمي يعطيه لكم. هذا واش نوصيكم، حبوا بعضكم بعض